بارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات تسأل تقول امرأة توفي عنها زوجها وكانت في حياة زوجها تتنقل عند أولادها، فأين تعتد وتكمل العدة؟ وما الحكم لو كان للزوج عدة منازل، فهل لزوجته الحادة أن تنتقل في هذه المنازل أو تتنقل؟ تعتد عدة الوفاة في البيت التي سكنها الزوج فيه، سكنها الزوج المتوفى فيه فتعتد فيه. نعم.